تهامة اليمن أرض العجائب والطبيعة الخلابة، والتي تبرز كواحدة من أهم المناطق الزراعية في اليمن، وخاصة في زراعة المانجو، حيث تعتبر الأخيرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في الزراعة التهامية، وتتوافر فاكهة المانجو التي يحبها الجميع بكثرة في الأسواق اليمنية هذا العام، دون معرفة ما يعانيه مزارعو المانجو الذين تكبدوا خسائر كبيرة هذا العام. السلة التيمور بربعين ألف، تاع بخمسة ألف وبربعة ألف. السلة السوداني بأقل سعر بألف ريال، الآن بخمسمية وثلاثمية. ما عاد باقي مخرج للمزارع ولا للبياع المشتري، ما فيش معه أي مخرج. ما الشجر أكثر المنجو خرب تحت الشجر، ما حد عاد بزور المانجا هذا فعلا. انا ضرب في المنجر هذا يعني ما قد شفتش انا والله، ان احنا بنتي حق العمال من داخل بنبتع السلة حق ال 15000 بتبتع ب 1000 ب 1005. هل يرضى ضمن واحد هكذا؟ دحين عندك هذا طبيعي والله من الشجره ب 700 ريال والله، ما هي حق اللي بجنيه. طيب نخزن للعامل ب 1000 واصرف عليها 1000، هذا غير صرفه. واخر اليوم حصير ادور لي الشقه حق من الناس، انا اقلعها ما نخليها والله العظيم. لو ما قعد يعني حرام، لا قطع حوهي فيها محمله 30، حرام ان احنا نقطع حوهي محمله والله ما يصبر. لكن قلنا نخلص هذا سنه ونقلع ابوها ونستثمر لنا باميه بضاعه حاجه يعني من اللي. اي حاجه تمشي ب 300 ب 500 السلة. وتعود أسباب انتكاسة بيع المزارعين للمانجو إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق هذا العام، وقلة الطلب الداخلي والعرض أكثر من الطلب، ويعود ذلك إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي تسبب بانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن إطلاق الكثير من الشائعات الخاطئة التي قد تضر بالمزارع وتدمر سمعة المنتج الوطني داخل اليمن وخارجه. معنا هذا اللي نشر المنشور ما فعل فينا لا خير، قد بيناس والله قدهم بيقلعوها من نازل شجر. موجود عندنا هنا في وادي مور، والله قدهم بيقطعوها من نازل بشجر، بيبيعوها ما بش خراج. لما يجي لك يبيع لك سلة بألف ريال بخمسمائة ريال، لما هيديها العامل أو كرا أو لما هيديها. الآن السلة كم؟ السلة الآن 750. ايش منه؟ في هذا الوقت سوداني طبيعي، جينا امس طبيعي تيمور ب 3000 ريال، القلب ب 2000 ريال. هذا في بدايه السوق، اخر السوق يرجع السوداني يرجع اخر السوق الى 500 ريال. ناشد المستثمرين الى ان يعملوا حل وينظروا الى المزارعين يشوفوا ما بهم، والله بعضهم ما بيخرجوا، ما قد خرجوا اللي عليهم. واللي نشر هذه المنشورات الكاذبة هذا يتحمل ما نشر. هبا لنا منشور صدام كشش أسهم الله يدمره ربي إن شاء الله. هبا لنا منشور سمعت نشروا فيه أنه في دودو ما فيش ولا أي حاجة، دمروا المزارع، دمروا يعني المزارع كتابه، ما فيش أي واحد يقوم، لا معنا ولا مصانع ولا معنا شيء. مو منجو وادي مو لا يوجد فيه أي شيء أبدا. ها شوفوا ها ولا في حاجه. هذا ما فيه ولا حاجه، وانما من يوصلوه هو حاقدين على اصحاب المزارع فقط لا غير، ارادوا تشويه سمعه المانجو سبب حقدهم على اصحاب المزارع. كما تفتقر مناطق الانتاج الزراعي في تهامه الى بنيه تحتيه تخزينيه كافيه وسليمه للمانجو، مما ادى الى تراكم المحصول والافتقار الى القدره التسويقيه، مما يجعل من الصعب عليهم تحقيق أسعار مربحة لمنتجهم، خاصة في ظل إغلاق المنافذ البرية التي كان يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم من خلال التصدير، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.